من هي الدولة؟ يعني لا يجب أن لا نشخص الدولة في فلان أو فلان أو رئيسها أو الدولة. الدولة أنت أنا باقى هي المخزن، هل المخزن يطرح التسامح والمصالحة؟ يعني مفهوم المخزن نفسه ما زال قائم ويجب أن يزول. التطرف الديني بما في استعمال الدين في السياسة، هذه هي ظاهرة ملازمة للتاريخ وللبشر جميعا، ولكن مكانها في الغالب هو في الهوامش. عندما يصبح التطرف مهيمنا على المجتمع ككل، يبحث عن السبب في الاقتصاد وفي الديمقراطية وفي أشياء أخرى وليس في الدين. آلة كتيبة تعلمت فيها وبدأت آلة اللي كان كتب ليه، بحيث الكتب ديالو كلها كتبتها ليه بالآلة الكاتبة. لا أعتقد أنه من الممكن أن نقيم هذا الفصل ما بين العقل العربي في الماضي وما بين العقل العربي في الحاضر أو الممارسة الديمقراطية في الحاضر. نحن دائما نتحدث عن طي الصفحة، هذه هو لا يمكن أن تردم إلا بجسور نبنيها من داخلنا. ودور الفكر في هذه المرحلة هو التخلص من منطق إما وإما. كيف ننتقل من مجتمع ليست فيه حقوق الإنسان محترمة كما يجب، وفي نفس الوقت دولته ليست دولة مؤسسات، وفي نفس الوقت السلطة لا تتداول فيه؟ كيف ننتقل إلى هذا؟ هذه مشكلة.